السلام عليكم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن وبعد ليلى عبد اللطيف وتوقعات ليلى عبد اللطيف وفي ناس زي ليلى عبد اللطيف فهل هي كاهنه؟ هل من يتابعها يحبط عمله اللي بيشفى ويصدق توقعاتها يبقى كفر؟ يعني هل هي عرافه تتلقى التوقعات من الشياطين؟ ولو هذا الكلام صح هل الشياطين تعلم الغيب فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين الجن والشياطين لا يعرفون الغيب طيب إذا يبقى الاحتمال الثاني ليلى عبد اللطيف تتلقى توقعاتها من الماسونية لكن نفس السؤال من أين للماسونية بعلم الغيب؟ قال لك لا ده الماسونية هي اللي بتدبر بتدبر الزلازل بتدبر الحوادث فتوقعات ليلى عبد اللطيف هي تدبير ماسوني طبعا هذه خرافة عملاقة لا ينتفع منها إلا الماسونية بهذا اللبس الغريب وطبعا هذا لا يمنع أنهم بيلعبوا في السياسة ومسكين في الإعلام ولهم دور في الفوضى الأخلاقية في العالم لكن ليس لهذه الدرجة إحنا مدينهم أكبر من حجمهم طيب إذا ما هي حكاية ليلى عبد اللطيف؟ شوف هي حكاية من أعجب الحكايات أعدك بالمفاجآت في هذه الحلقة لو فهمت هذه الحلقة هتفهم نصف الكفر في هذا العالم فشاهد للنهاية واحتسب الوقت لله عز وجل الحكاية بتبدأ في العام 586 قبل الميلاد عام من أعجب الأعوام في التاريخ البشري في هذا العام تم سبي اليهود على يد نبوخذ نصر إلى بابل نبوخذ نصر أخذهم بأهليهم بكل حاجة وطلع بيهم على بابل وفي بابل وما أدراك ما بابل تعلم اليهود السحر البابلي اخطر سحر في العالم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل بابل قلعة السحر والتوراة تصب اللعنات على بابل فاليهود أخذوا السحر من بابل وتظهر في هذه الأجواء واحدة من أخطر الحركات الباطنية في العالم حركة هتفضل معانا لغاية النهاردة اسمها القبالة القبالة كلمة عبرية من قبلة العبري قريب من العربي قبل يقبل التوقعات والخواطر التي تاتيه المعالجين بالطاقه وتنظيف الشكرات يقول لك استقبل الوفرة استقبل النعيم ما كله منفذ على بعضه القباله توقعات ليلى عبد اللطيف العلاج بالطاقه كلهم بياخدوا من نفس المصدر. المهم نشأت حركه القباله الباطنيه وكلمه باطنيه بتعني خواطر من داخل الانسان عشان كده اسمها باطنيه خاطره استبصار توقعات وبتكون مصحوبه ببعض المدد تتوقع ان في زلزال هيحصل في المغرب وبيحصل. المعالج بالطاقه الحيويه بيعالج عن بعد مدد شيطاني وبعد فتره بتستخدم هذه الفئات اللي جت لها خواطر ومدد بتستخدم في تحريف الدين في تخريب ثوابت الشريعه بتستخدم في نشر الفوضى الاخلاقيه بتستخدم في نشر الكهانه والعرافه والسحر بين قوسين الكفر بالله طبعا هو أو هي في هذه اللحظة بيشوفوا نفسهم إنهم أرقى وعيا مني ومنك ليلى عبد اللطيف بتقول لك ده أنا عندي حاسة سادسة ده أنا عندي قدرة على الاستبصار موضوع الباطنية حصل وبيحصل وهيحصل في كل جيل وفي كل أمة هتجدوا عند فرسان الهيكل اللي من خلال مجموعة من الخواطر والاستبصار حاولوا ينشروا عبادة الشيطان في أوروبا أحرقوا في القرن الرابع عشر الميلادي وهتجد جماعة زي إلوميناتي المتنورون اللي ظهروا سنة 1776 ميلادية في بافاريا واللي نشروا الإلحاد والعلمانية في أوروبا وفي الإسلام عندنا إخوان الصفا والطائفة الإسماعيلية وطائفة الحشاشين كلهم باطنيه، الباطنيه بيظنوا انهم حصلوا على علم اختصوا به، علم تميزوا به عن بقيه البشر، وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم، فهو وحي شيطاني، خواطر شيطانيه، توقعات شيطانيه، وبعد ما الشخص بيقبل هذه الخواطر، هذه التوقعات، وبيبدا يعيش الدور وانا سيده التوقعات بيبدأ يأتيه المدد، انما سلطانه على الذين يتولونه، الشيطان له سلطان حقيقي على من تولاه، فبيأتي المدد عند فرسان الهيكل، عند ليلى عبد اللطيف، عند المعالجين بالطاقة، عند الماسونية، عند الإلوميناطي، فالخاطر والمدد عندهم جميعا من نفس المصدر، خاطر شيطاني ومدد شيطاني عشان كده لازم نفهم ان الماسونية حركة باطنية كهانة ليلى عبد اللطيف حركة باطنية المعالجون بالطاقة الحيوية والشفاء الذاتي وتنظيف الشكرات والين واليانج حركة باطنية المتنورون إلوميناتي اللي نشروا الإلحاد في أوروبا حركة باطنية الخواطر الباطنيه ما عملتش ليلى عبد اللطيف والمعالجون بالطاقه والماسونيه فقط، لا طبعا، دي تقريبا مسؤوله عن كل الكفريات والوثنيات في هذا العالم. اي وثنيه في الدنيا بتبدا على شكل خاطره باطنيه، يقول لك مثلا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، الناس الحلوه دي ينفع نسيبها كده؟ اعملوا لها انصابا. بعد شويه يقول لك في خاطره اخرى هذه الأنصاب تشفي المريض، كل كفر في العالم بيبدأ كده، احنا ما احناش بننتبه لوجود الشيطان في حياتنا، ده أقسم إنه مش هيسيبنا، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، إلا عبادك منهم المخلصين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، أعد لك طيب هنا بقى السؤالين الجوهريين اللي هم محور هذه الحلقة، الشيطان ماذا يريد من ليلى عبد اللطيف؟ لماذا يعطيها الكهانة؟ والسؤال الثاني كيف توقعاتها بعض الأوقات بتكون صح؟ إزاي؟ أولاً الشيطان لن يعطي الكهانة بلا مقابل، لن يعطي بعض التوقعات كده فور فري، هو يحرف دين الناس من خلال هذه الكاهنة. يكفي ان الناس بيلتفوا حول الكاهن او الكاهنه وهذا كفر اكبر الذي ياتي ليلى عبد اللطيف ليستمع لها الذي يشاهد من يتنبا بالمستقبل ويصدق ما يقول هذا حبط عمله ارتد عن الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. لو ذهبت لليلى وأشباه ليلى وصدقت ما يقولون هذه رده عن الإسلام. تضيع كل صلاة صليتها وأي عمل صالح الكل يحبط. طيب أنا هشوف ليلى عبد اللطيف من باب حب الإستطلاع بس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة فالشيطان هيعوز تاني فهو بيدي مدد لهذه الكاهنة عشان يفسد على قد ما يقدر طيب السؤال الثاني كيف توقعات ليلى عبد اللطيف بعض أوقات بتكون صح إزاي؟ من بديهيات الإسلام أنه لا أحد يعلم الغيب إلا الله وما كان الله ليطلعكم على الغيب كل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو فده موضوع منتهي لكنه سبحانه يطلع بعض خلقه على بعض الغيب لحكمة عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول بعض الغيب الله عز وجل يطلع عليه بعد خلقه، فهنا يتحول هذا الجزء من الغيب الذي اطلع الله عز وجل عليه بعد خلقه، يتحول هذا الجزء من غيب مطلق الى غيب نسبي. اذا عندنا نوعين من الغيب غيب مطلق اختص الله عز وجل به، وغيب نسبي اطلع الله عليه بعد خلقه. من هذا الغيب النسبي ان الله عز وجل يطلع بعض ملائكته على بعض ما سوف يقدر فالملائكة بتنزل من السماء في السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها مئة كذبة من عند أنفسهم الشياطين تسترق السمع من الملائكة فتوحيه إلى الكهان وهذا قبل أن يدركهم الشهاب ويخلطون مع هذه الكلمة مئة كذبة بيخلطوا تخمينات توافق القدر يخلطوا تخمينات لأشياء أصلا محتملة طيب هنا سؤال مهم لماذا شاء الله أن الشياطين تسترق السمع شاء الله ذلك فتنة عشان يكون في من يفتن بالكهان ويتجاهل التحذير الإلهي طيب واحد يقول لك أنا سأتابع هذا الكاهن أو هذه الكاهنة عشان المعلومه الصح اللي في وسط ميه غلط هذا كفر مجرد مجيئك للكاهن وتصديق ما يقول هذا كفر اكبر مخرج من الاسلام حضورك عند الكاهن هذا فساد للعقيده بتعتقد في الكاهن قدرات على عوالم الغيب فدي فتنه زي الساحر يعني لماذا شاء الله عز وجل ان الساحر يفعل ما يفعل فتنه طيب هل ينفع اروح لساحر عشان يعمل لي سحر ابيض قلب الحبيب رد المطلقه والمعالجين بالطاقه يقول لك طاقه سلام طاقه خير السحر كله كفر طاقه سلام طاقه خير قلب الحبيب رد المطلقه تنظيف الشكرات كله كفر ونفس الشيء الكاهن او الكاهنه توقعات صح توقعات خطا المجيء للكاهن وتصديق ما يقول كفر للاسف لا ننتبه لكثير من الكفريات واللي بدات تنتشر واللي هي من علامات اخر الزمان يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يصبح زي الفل يدخل على حساب احد الكهان او احد المعالجين بالطاقه ويبدأ يصدق ما يقولون فيحبط عمله، والكاهن ابن عم الساحر، الاثنين باطنية، من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، الكاهن والساحر الاثنين مدد شيطاني، ايضا قراءة الابراج، البرج بيأثر في يومك في مستقبلك في رزقك في نصيبك هذا كفر، الناس اللي بتقرأ التاروت قراءة التاروت كفر الحاجات دي كلها كهانه، كلها خواطر شياطين، قراءة أبراج، توقعات، يقرأ الكف، كلها نفس الفكرة، وكل جيل والموضة بتاعته، الموضة النهاردة يقرأ الكف، يقرأ الفنجان، التاروت، الضرب على الرمل، يعرف مستقبلك من توقيعك، الكود الكوني 3 6 9، توقعات ليلى عبد اللطيف، كلها كهانة وكفر. الشيطان عاوزك تعبده بأي طريقة ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان الشيطان توعد لبني آدم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم في كل حتة قال لك ليلى عبد اللطيف دي عندها حس سادسة دي عندها حس استشرافي للأحداث ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه الشيطان بيضحك عليهم بهذا الكلام قال لك هذا العالم الهولندي اللي بيتنبأ بالاحداث دي دراسات وعلم ما هياش كهانه، طبعا هذا كاهن من اخوان الشياطين يستحيل علميا التنبؤ بالزلازل هذا محال علميا، واللي ظن انه علم وتابعه على ذلك لك عذرك ان شاء الله، لكن لازم نتحرى هؤلاء فاذا تبين انهم كهان ابعد فورا فهذا كاهن العلم لا يستطيع التنبؤ بالزلازل أقصى حاجة العلم وصلها في موضوع التنبؤ بالزلازل هي تخمينات تافهة غاز الريدون في المنطقة المحيطة بالزلزال بيرتفع بنسبة معينة قبل حصول الزلزال سلوك غريب عند بعض الحيوانات لكن الحاجات دي مش شرط تحصل مع الزلزال ممكن تحصل مع أي حاجة تاني عشان كده لغاية النهاردة لا يمكن علميا التنبؤ بالزلازل ولو افترضنا ان لهذه الامور دورا في التنبؤ بالزلازل، هنفترض ذلك، هل هذا الكاهن ذهب لهذه المناطق اللي تنبا بحصول زلازل فيها وعمل دراسات هناك وبناء عليه تنبا بذلك؟ لا طبعا، دي كهانه مش علم. الكهان النهارده بيسموا نفسهم فلكي الفلكي الهولندي قارئ ابراج هؤلاء كهان، لازم نحذر من اخوان الشياطين لانهم انتشروا وكتير لا ينتبه، ولازم ندرس عقيده، ادرس انت عقيده ودرس اولادك عقيده، لازم يكون عندك مشروع لدراسه كتاب عقيده، ده كتاب عقيده المؤمن ادرسه كويس والرابط في الوصف، لازم تكون عارف شروط لا اله الا الله، مفتاح الاسلام، مفتاح الجنه، اول واجب على العباد، لا اله الا الله اشرف واقدس كلمه في هذا الوجود، لا اله الا الله لاجلها ارسل الله الرسل مبشرين وعن اي شيء يشوبها محذرين، لا اله الا الله من دنسها حبط عمله، لم يسمح النبي صلى الله عليه وسلم لمن وضع حرف الواو ليجمع بين مشيئه الله ومشيئه نبيه. لما قال ما شاء الله وشئت قال صلى الله عليه وسلم: اجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده الشيطان يعلم تماما قدر هذه الكلمه لا اله الا الله فاحذر تدنيس هذه الكلمه بمتابعه الكهان او السحره او المعالجين بالطاقه ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ولازم نحافظ على الأذكار والرقى عشان نتقي شر الشياطين وشر الكهان وشر السحرة نحافظ أيضا على سورة البقرة لا تستطيعها البطلة والبطل هم السحرة نحافظ على آية الكرسي صباحا ومساء وقبل النوم وقبل منام أجمع كفي وأنفث فيهما واقرا قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس وامسح بهم جسدي ثلاث مرات احافظ كل يوم صباحا على قول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة هذا الذكر إلى جانب أنه يعدل عشر رقاب ويكتب به مئة حسنة وتمحى به مئة سيئة إلى جانب ده كله فهو حرز من الشيطان حتى المساء فدي كلها تحصينات مهمة جدا وكل يوم الصبح أتصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة تقدر تشتريها من عن نت. أو أي تمر لم يضرك سم ولا سحر ذلك اليوم يبقى في الختام سؤال الحلقة ليلى عبد اللطيف ماسونية ولا كاهنة؟ لو عرفت الإجابة فأنت فهمت الحلقة. ماسونية كاهنة نفس الفكرة، نفس مصدر التلقي، بس الفرق إن الماسوني بياخد استنارة وده مسمى الخواطر الشيطانية عنده، بياخد استنارة عشان ينشر الفوضى الأخلاقية في العالم، عشان يعيد بناء الهيكل وده بعدهم حتى ياتي الدجال ويقود الشياطين انما الكاهن بياخد توقعات وده مسمى الخاطر الشيطاني عندهم توقعات عشان يفسد العقيده عشان الناس تظن في قدرات غيبيه المعالج بالطاقه الحيويه بيسمي الخاطر الشيطاني بيسميه رسول من داخلك ده مسمى الخاطر عند بعضهم وهذا الخاطر بيهدم بيه السنه بيهدم بيه ثوابت الشريعه فكلهم بيعتمد على الخواطر الشيطانيه وكلهم بيرى ان عنده درجه من الوعي اعلى من غيره وكلهم بيجيلهم مدد شيطاني وكلهم كافر عابد للشيطان وكلهم بيستخدموا الشيطان لافساد العقيده والدين والقيم سلمنا الله واياكم من شر الشيطان وشركه وشركه، واعلموا ان من تمسك بحبل الله عز وجل فوالله ان كيد الشيطان كان ضعيفا. نلتقي على خير ولا تنسوني من صالح الدعاء بارك الله فيكم ولا تنسوا نشر هذه الحلقه بين من تحبون فالدال على الخير كفاعله. ولا تنسوا الاشتراك في القناه وعلامه الاعجاب عشان تصل الحلقه لاكبر عدد ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم